بالليل وحادي أكتم الشكوى وأبدي كلما أطرقت سالى دمعتي من فوق خدي بين جدران. كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمة نسيتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم أرملة اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عبرة. سبحان الله، بنت مسكينة، كان في رجل عبرة. الرجل ده من علية القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته معاشة معاه عبرة، ومعاه بنت وولد. الرجل ده كان مفتري، كان ظالم إلى أبشع حدود، كان عنده قسوة في القلب، يعني مش ممكن، يعني تحس إن قسوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تغرقه. عبرة. الرجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول إحنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش أخلاق بالمرة، وكنا احنا الاثنين ظلمة على طول. اي خادمة ما بتستناش عندنا اكتر من شهر او شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والاذى اللي بنعمله، ما كناش بنخلي اي اسلوب من اساليب التعذيب الا ما بيعملوا. بتقول في يوم من الايام جه من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق، من بلديات واحد غلبان قالوا له يا سعاده الباشا، بنتي ديت عايزه تشتغل عندك، لان احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، واي مرتب ان شاء الله اي حاجه تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلك كذا. قال له ماشي، وانا هاجي لك اول كل شهر، او ابعت لك حد ياخد الفلوس اول كل شهر. قال له ماشي. البنت يعني مسكينه عندها 12 سنه. طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا، وحرام عليكم. راح سايبها وماشي. سابها وماشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره عيني هتسيب امها. وكان ليها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، ان ربنا يكرمني بقى واخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها يا حبيبتي يا ماجي ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في الشقه، واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم يقدر ربنا قعدوا عذبوا فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنرمي عليها السلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بناكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان في عز شهر طوبة كنا بنيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل أنواع الأذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم كان بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل أنواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينة، البنت بتقول ما رحتش بلدي إلا مرتين. المرة الأولى لما سمعت خبر موت أخوها وهو جاي من الأردن، فانقطع الأمل بالنسبة لها. والمرة الثانية لما ماتت أمها، بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازة أخوها، والمرة الثانية عشان تحضر جنازة أمها، وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمة دولت عذاب شديد جدا، لدرجة إن بدأت البنت البصر بتاعها يضعف لحظة بلحظة، مرة بمرة، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجة، تنقي الحاجة بايظة مش كويسة، تجيب ده مش لاقية، مش عارفة، فمش عارفة تعمل إيه. فبدأت الناس يشفقوا عليها، بقى هم يروحوا يشتروا لها الحاجة ويجيبوها لها ويتقدموا، وكل شوية هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب و إلى أن عمي بصر. أول ما اتعمى بصر البنت دي رموها في الشارع، قالهاش لازمة بقى، خلاص بقى إيه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا، حد ما وصلوها للدار يعني لعمي وكده، فقد نعمة البصر وقعدت فيه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده بعد سنوات طويلة، البنت قضتها من وين عندها 12 سنة لحد ما عندها 22 سنة، تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت، وابنه كبر، الراجل نفسه طلع على المعاش. طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا بقى ملوش لازمه في الدنيا دي خالص، فاعصبه بقى، هو اصلا ملوش، ما عندوش اخلاق بقى، ما فيش خالص، بمرة بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا العيله فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد و ويقدر ربنا المفاجاه الاولى، ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاعمى وبين البنت الخادمه اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما اتعمت؟ فقعدوا يفكروا، يا ترى هي دي قدام دي
ولو الولد خلف تاني برضو البنت هتطلع عمياء ولا الابن يطلع عمى. فبقوا عيني في حيرة مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع اعمى جات له هستيريا فودوه مستشفى الامراض النفسية. دوم الدكاترة كلموهم قالوا ما تخافوش دي موضوع مش وراثي ولا له علاقة بأي حاجة دي قدر جات كده لكن ان شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص وخلوهم عادي ينجبوا عادي مش مشكلة. بعد سنتين شجعوا ابنهم معلش يا ابني ديك حصلت مرة وشافيه وفرحنا بقى يا ابني حبيبي مبقاش فيه فرحة في حياتنا حاول ربنا يكرمك يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفلة كده تانية ان شاء الله تفرحنا. عبرة وحملت البنت وخلاص طلب موعد الوضع. عبرة وكلهم حاطين ايدهم على قلبهم محدش عارف ايه اللي هيحصل. عبرة جت لحظة الولادة ولدت البنت. عبرة ولدت بنت جميلة جدا. عبرة وبدأوا يسألوا الدكتور اخبار النظر ايه قال زي الفل. عبرة ففرحانين جدا البنت طلعت بتفتح وشايفة اي نعم وكويسة زي الفل. عبرة وبعد 6 شهور اتعمت كانت دي المأساة التانية. عبرة فالأم حست قعدت تراجع نفسها. عبرة مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا. عبرة مش ممكن يكون الموقف دوت كده لا 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 ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت العذاب اللي عذبناه لها البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا اللي تيتمت بدري اللي كان ليها أب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كام جنيه وصلوا لها أول كل شهر لدرجة إن ما شافهاش إلا 2 مرات في 10 سنين ده عقاب من الله لنا. بدأت الأم تخرج وتدور في كل مكان في الإقسام في المستشفيات في دار مسنين في دار مش عارف إيه لحد ما لقيتها في دار المكفوفين ودخلت عليها حضنتها وقعدت تقبلها تقول لها سامحيني يا بنتي مين حضرتك أنا فلانة فلانة يعني البنت سبحان الله أول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في 10 سنين اللي فاتوا فلانة اللي كانت بتحمل فيا كذا فلانة اللي كانت بتكهربني فلانة اللي كانت بتنامني على البلاط فلانة اللي كانت بتأكلني عيش زايد فلانة البنت قعدت تفتكر شريط الذكريات واللي افتكرت يوم ما مات اخوها يوم ما ماتت امها يوم ما ابوها رماها يوم ما عملوا فيها يوم ما كهربوها يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها يوم ما رموها لما تعبت. فالام قالت لها مسامحاني يا بنتي ورغم ده كله شوف القلب الابيض. قالت لها مسامحاني خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمري لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر لي وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبرة عبرة عبرة, عبرة.